بالنسبه للديربي ما بين الرجاء والوداد، والجميع يعرف على ان المقابله كتحظى بواحد الاهتمام خاص ديال كل الرياضيين داخل المغرب وحتى خارج المغرب. كاينه متابعه جماهيريه قويه للديربي، ولكن للاسف الشديد هو ان القرار اللي مشات فيه السلطات المحليه وهو ان الديربي غادي يكون اويكلو، ما عرفتش علاش، تخوفا من ان التيران ديال العربي الزاولي ربما ما غاديش يتساهل الجماهير الكثيره اللي كتحج لهاد المقابله ديال الديربي اللي كتحظى باهتمام جماهيري كبير. ولكن كنظن على ان اجراء المقابله اويكلو غادي ينقص من ديك الحده ديالها، وغادي ينقص من ديك الشعبيه ديالها ومن الجماليه ديال المقابله، وحتى كنظن ان حتى العطاء ديال اللاعبين والاداء ديال اللاعبين في المقابله ديال الديربي في غياب الجماهير ما كيكونش داك الحماس القوي، وما كتكونش ديك النديه في الهجومات، وما كتكونش ديك يعني كتكون مقابله كتبان لك مقابله عاديه. تصور ان مقابله الوداد والرجاء لعبه بدون جمهور، بمعنى ان كتكون مقابله فارغه وخاويه من العناصر الحماسيه والعناصر التشويقيه ديال المقابله. ولكن نتمنى على الله في جميع الحالات، نتمنى على الله انها تعطينا واحد طبق كروي اللي يكون في مستوى ديال التطلعات ديال الجماهير الرياضيه، جماهير بجوج، الجماهير ديال نادي الوداد الرياضي ولا الجماهير ديال نادي الرجاء الرياضي، وان الغالب ان شاء الله غادي تكون نادي الرجاء الرياضي بطبيعه الحال، يمكن الا نطلبوا ونتمنوا ان الغالب تكون نادي الرجاء الرياضي، لان نحن محتاجين في هذا الوقت هذا، خصوصا لهذ الفتره اللي كيدوز منها نادي الرجاء الرياضي. كنتمنى ان شاء الله ان الغالب تكون نادي الرجاء الرياضي حتى يتم وضع الفريق على الطريق الصحيح، وتبدا ان شاء الله سلسله انتصارات اذا كتب الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للسؤال الثاني ديال المساهمه ديال مؤسسه المنخرط من اجل تحفيز نادي الرجاء الرياضي للمقابله ديال الديربي وكذلك المقابله ديال العصبه، هذه مساله طبيعيه كنقوموا بها كل سنه، لمده سنوات حنا كنقوموا بهذه المساله. هذه مؤسسه المنخرط دائما تتجه في الاتجاه ديال انها تكون واحد سند قوي للفريق نادي الرجاء الرياضي، لاننا نعرف على ان ما دام ان مؤسسه المنخرط ديغيغ الفريق فكتكون هناك نتائج طيبه، وكنوصلوا للمستويات العاليه اللي دائما كنتسناوها. نتمنوا على الله على ان هذه البادره اللي قاموا بها المنخرطين بطبيعه الحال هي بادره حسنه، وبادره بدون انتظار رد فعل او بدون خلفيات، هي بادره خارجه من الاعماق ديال القلوب ديال المنخرطين اللي كيحبوا الرجاء، والهدف الاساسي ديالها وهو مساعده الفريق من اجل الخروج من الازمه اللي كاين فيها، ووضع الفريق على الخطه على الطريق الصحيح ديال الانتصارات ان شاء الله. ونتمنوا ان المقابله ديال الديربي تدوز في واحد الجو رياضي، جو زوين، وانها تكلل وتسالي بانتهاء نادي الرجاء الرياضي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربح الرياضة.